السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الآن بالتست السابع من الوحدة الأولى، وحدة الشفرات في مادة الآي كيو، منهاج متروبول الكتاب الأول. في التمرين التالي عند إجراء المطابقة في العمود الأخير هنا، نلاحظ يوجد تكراريتين للآ. هذا يدل على أن الآ هنا تمثل الرقم 9، يوجد تكراريتين في 9. أيضا هنا من خلال التكرارية الموجودة في هذه الكلمة F A A L، هنا لا يوجد تكرارية أخرى مطابقة، نجد أن ال L هنا تمثل الرقم 8، إذن L تمثل 8، وبالتالي كلمتي سوف تبدأ بـ8 وتنتهي بـ9، والإجابة الوحيدة الصحيحة هي الإجابة B. في السؤال الثاني هنا عند إجراء المطابقة ضمن العمود الأول، نلاحظ أنه لدي تكراريتين للـ K. لما كانت الكي مكررة مرتين، وبالتالي الكي هنا تمثل الرقم 2، هنا 2، إذن كي تقابل الرقم 2، وبالتالي كلمتي سوف تنتهي بكي، وبالتالي تنتهي بالرقم 2. هنا كل الإجابات هنا تنتهي بـ9، هنا بـ5، هنا بـ8، هنا بـ3، والإجابة هي جي، هي الإجابة الصحيحة. في السؤال الثالث، بالنظر إلى التطابقية هنا الموجودة في العمود الثاني، نلاحظ 2 مكررة مرتين، 9 مكررة مرتين، وبالتالي هذه الشفرة المكونة من مجموعة رموز تقابل إلى. هنا لدي O O A A تقابل الصيغة O Z A N. لحسن الحظ هي نفسها الصيغة المطلوبة، نفسها الشفرة المطلوبة، وبالتالي الإجابة هي. في السؤال الرابع، بالنظر إلى العمود الأخير هنا، نلاحظ لدي الت مكررة 3 مرات، وبالتالي هنا الت تقابل الرقم 4. لما كانت الت 4، يعني هنا هذه الكلمة سوف تبدأ بالرقم 4، يعني هنا لدي 4، يعني إمكاننا القول أن ت تقابل 4، والت موجودة في الكل ما عدا الشفرة المطلوبة، يعني أي جواب يحوي على الرقم 4 يعتبر إجابة خاطئة، وبالتالي جي توجد فيها 4 خاطئة، والإي خاطئة، والدي خاطئة، والآ خاطئة، والجواب الصحيح هو آ. في السؤال الرابع هنا، بإجراء عملية المطابقة في هذا الموقع، هنا نلاحظ لدي كي إن إن يو يو، وبالتالي هذه الشفرة المكونة من مجموعة أحرف تقابل إلى. هنا لدي 7799 تقابل الشفرة 8276، وبالتالي الأو تقابل الرقم 2، وبالتالي هنا كلمتي سوف تبدأ بالرقم 2. جميع الإجابات التي لا تحتوي في البداية على الرقم 2 هي إجابة خاطئة، هنا احتوى 8، هنا 6، هنا 9، وهنا 6، والإجابة الصحيحة هي إي. في السؤال السادس هنا، بالنظر إلى العمود الأخير هنا في هذا الموقع، راح أجد أنه K مكررة مرتين والA مكررة مرتين. على هذا الأساس هذه الشفرة المكونة من مجموعة أحرف تقابل إلى. هنا لدي 3 3 4 4 تقابل الشفرة 3 4 5 6، وبالتالي ببساطة لدي هي 3 4 5 6، هي نفسها الشفرة المطلوبة، وبالتالي هنا الجواب سوف يكون جي. في السؤال السابع هنا لدي ال A Y وال Y A، يعني هنا لدي تكراريتين متعاكستين، أو يمكن أخذها بهذا الشكل، يعني A Y A تقابل A Y A، هنا E S E تقابل ال E S E. نلاحظ هنا لدي 2 3 2، هنا لدي أيضا هنا لدي 6 5 7، هنا لدي 2 3 2، إذن هنا متطابقتين، هنا لدي 8 4 8، هنا لدي 8 4 8، وبالتالي هذه الشفرة هنا هنا ال S O N Y تقابل إلى 4 6 5 7. ببساطة هنا لدي ال S تمثل الرقم 4،
الآن أبحث في إجاباتي على إجابة تحتوي في الموقع الثاني الرقم 4، وبالتالي الجواب الصحيح هو جي. هنا في الموقع الثاني وجد الرقم 4. في السؤال الثاني هنا نأخذ الشفرة الأخيرة في هذا الموقع ILLE، يحتوي على تكرارية في الوسط، وبالتالي هنا نجد أن ال L تمثل الرقم 0 وال I أو ال E تمثل الرقم 4 أو 5 وال I تمثل الرقم 4، وبالتالي أنا في إجابتي لدي 0 فقط هنا في هذا الموقع، وأي إجابة تحتوي على 5 وال 4 هي إجابة خاطئة. الآن أبحث عن 0 في هذا الموقع، هنا إجابة خاطئة. الآن أي إجابة تحتوي على 5 والأربعة تعتبر إجابة خاطئة أيضا، هنا 5 4 5 4 إجابة خاطئة. الآن هنا لدي 0 0 7 7، هنا يوجد تكرارية في الثلاثة، بينما هنا الـ أو الـ I الغير منقوطة لا تتكرر مع موقع الـ A، وبالتالي إجابة خاطئة والجواب هو G. في التمرين التاسع هنا بإجراء المطابقة في العمود الثاني لدي الـ A، عفوا الـ M مع الـ M والـ F مع الـ F، وبالتالي هذه الشفرة التي تحتوي على تكرارية في منطقة الـ A وهنا V وتنتهي بـ F تقابل إلى ما يلي. هنا لدي 1 1 مكررة، 8 8 مكررة تقابل الصيغة 2 5 2 1، لحسن الحظ هي نفسها الشفرة المطلوبة، وبالتالي الإجابة هي E. في السؤال العاشر هنا بالنظر إلى العمود الأول نجد لدي S الـ A مكررة 3 مرات، وبالتالي هنا الـ A تمثل إلى الرقم 5، وبالتالي يوجد لدي تكرارية 5 5. هنا نلاحظ أنه لدي 5 5 هنا لا يوجد تكرارية، تبدأ بخمسة ولكن ليست مكررة الخمسة مرة أخرى في المنطقة الثالثة، هنا لا يوجد، هنا لا يوجد، هنا تبدأ بخمسة ولكن ليست مكررة الخمسة هنا، وبالتالي الإجابة الصحيحة الوحيدة هي A. في السؤال 11 ننظر إلى هذا العمود الثاني، هنا لدي الواي مكررة مرتين، وبالتالي الواي تمثل الرقم 1. الآن في العمود الأخير هنا لدي الكي مكررة أيضا مرتين، وبالتالي الكي هنا تمثل إلى، هنا لدي 3 3، وبالتالي الكي تمثل 3. أنا في إجابتي ليس لدي الواي وليس لدي الكي، وبالتالي كل إجابة تحتوي على الرقم 1 والرقم 3 هي إجابة خاطئة. هنا تحتوي على الرقم 1 و3، هنا تحتوي على 1، هنا تحتوي على الرقم 3. الآن يجب أن أميز بين الدي والإي. لما كانت الواي هنا تمثل الواحد، الواي تمثل الواحد، أنا ببساطة يمكنني إيجاد الإف، الرقم الذي ينتهي بالواحد هنا، الشفرة عفوا التي تنتهي بالرقم واحد هي الشفرة 2721، هذا يؤدي أن إف تمثل الرقم 7، وبالتالي كلمتي سوف تنتهي بالرقم 7، والإجابة الصحيحة هي دي. التمرين الثاني عشر والأخير في هذا التست هنا ننظر إلى العمود القبل الأخير لدي تي آ إن آي آي، يعني هنا بإمكاننا أن نبحث عن الآي كون تحتوي على تكرارية، وبالتالي الآي هنا تمثل الصفر، نلاحظ في الموقع قبل الأخير الآي تمثل الصفر، أنا في كلمتي لا يوجد آي، وبالتالي منطقيا كل إجابة تحتوي على الصفر هي إجابة خاطئة. الآن يجب أن أميز بين الـ A والـ E، نلاحظ أن كلمتي لا تحتوي على تكرارية، بينما في الإجابة E يوجد تكرارية في الاثنين، وبالتالي A إجابة خاطئة والجواب الصحيح هو E. وشكرا لكم.